هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. خضع لاعبا المغرب أشرف حكيمي وسفيان مرابط لجلسة حمام ثلج لاستعادة لياقتهما البدنية بعد المجهود الكبير في مباريات أسود الأطلس السابقة. ويظهر حكيمي ومرابط وهما يجلسان في ثلج درجته وصلت إلى 190 درجة تحت الصفر. ويقوم الكثير من الرياضيين بهذا النوع من الاسترخاء لفوائده على الجسم. هذه لحظة هبوط السجينة الأمريكية بريتني غرينر في الولايات المتحدة بعد عملية تبادل أسرى. ونشرت السلطات الروسية هذه الصور وقالت إنها لغرينر على متن الطائرة. وتم إطلاق سراح غرينر مقابل فيكتور بوت وهو تاجر أسلحة روسي يعرف بتاجر الموت. وحكم على غرينر بالسجن 9 سنوات في روسيا بتهمة حيازة المخدرات. هذه اللقطات لحريق اندلع في مركز تجاري بالقرب من موسكو. النيران اجتاحت المبنى بأكمله الذي تبلغ مساحته 18,000 متر مربع. وقال رئيس قسم الطوارئ لمنطقة موسكو إن شخصاً واحداً لقي حتفه، بينما تمكن 70 رجل إطفاء من إخماد الحريق الذي يعتقد أنه نشب بسبب تجاهل إجراءات السلامة داخل المركز.